سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدما نزل الوحي على سيدنا رسول الله واتصلت روحه بربه عز وجل فامتلأت بالنور وانعكست في مرآة روحه أخلاق رسول الله وتنعكس في النبي في مثل هذه الحال وبمقدار مقام نبوته تنعكس فيه صفات الله، يعني حكمة الله، قدرة الله، حلم الله، صبر الله، قوة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لأن الدعوة يا ابني بنفسك وأخلاقك وطاقاتك ما تصل تحملها، فإذا ما بتفرغ نفسك من كل شيء حتى نفسك تمتلئ بنور الله وبذكر الله وبمحبة الله وكل رغباتك تتفرغ وبحل محلها رغبات الله، فتصل إلى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شغلي ما شغلي هين يا ابني. لذلك ليش طلاب العلم عم يكسلوا؟ لأن هالمدرسة هي ما شموا لها رائحة ولا عرفوا بابها حتى يدخلوها. ف بيجوا الناس إلى الغداء وإن يشوف السفرة حاطط لهم تمن وحاطط لهم فصة، مجرد ما يشوفه يشوف جدار ظهره وقلبي. فأنا رأيت عدد من المدرسين في البلد، وبالنسبة للذكاء وبالنسبة للعلم وللشخصية في الأمة بدرس ما عم يقعد أكثر من 4-5 أشخاص من الاختياريين، يمكن لا عم يفهم عليه وهذا حرام يا ابني. بتكمل شغلك، بتدور على مربي يتصل بالله ليوصلك بالله، لحتى إذا جبنا ترية وحطينا حقه في 10,000 ليرة يكون في كهرباء. أما إذا جبنا ترية وما في كهرباء يكون كفتنا خسرنا حقها وتمغينا على أثنى. ولا أخي أنا ترية جبنا عروس لكن ما اتذكنا الموتى رخيصة هي ما تكلفنا شيء اخي، تعطينا اياها الا وقنا اذا نبي ولا يوفر علينا الامر والحفر ومدري ايش. اذا كنت الشيخ بهالشكل حرام صوفك، ما بجوز تطلب العلم، لانه عروس من مكتب بطن الموتى فلا تصير نجة القلب. يشوف النبي اشتغل كيف صار داعي، كيف انتج وهو امي ما احتاج للكتاب، لان الكتاب ميت. الله نزل له كتاب من غير ورق، كان الدفتر تبعه صفحات سيدة جبريل، كتب له القرآن على صفحات قلب جبريل. وين كتبه؟ ما كتبه بالورق، كمان كتب له يا بقلبه.
القلب ما بينكتب فيه بالحبر الاسود، بينكتب فيه بالنور الغضبان، فبيتصل بالروح، فبالاعصاب، بالاخلاق، بالعقل، بالفكر، يصير كله بقوة الله، بنور الله، بجمال الله. لو قعد بين الاموات بحي، فإذا عيسى احيا الاموات قلوبا واجسادا، قلوبا واجسادا. النبي احيا امم، الجسد اذا حي شو الفائدة؟ نحن احياء الاجساد شو الفائدة من حياتنا؟ حياة الحيوانات اشرف واعز واكرم. الحياة حياة الروح، حياة العقل. علمنا الحكمة، عملنا الملوك، عملنا الملائكة، عملنا الاغنياء، قادهم العالم، جعلوا مفخرة التاريخ مال قومي العربي الوطني، التاريخ العالمي الانساني البشري. فنزل الوحي وخالف النبي. فهي مدرسة حراء، هي مدرسة الذكر، هي مدرسة الانقطاع الى الله، هي مدرسة التوجه الكلي والارتباط الكلي بالله. شو طلبنا؟ طلبنا مجملا ان نصف العالم، نصف العالم امتلأ محبة واخوة وحضارة وتقدم ورقي. الانجليز واوروبا استعمروا وفتحوا افريقيا، مدنوها ورقوها؟ لا، الاسلام فتح الخوارج من مين؟ من مكة؟ من الخوارج. ابن سينا من مين؟ من دمشق، من بخارة. فأوجب الفتح الإسلامي في الشعوب العلماء العالميين والقادة العظماء الفاتحين، وما فرق بينهم في الحقوق والمكان بين الفاتح والمفتوح بلده. كلهم انما المؤمنون اخوة. باقيين من المسلمين الممسوخين بالثقافة الاستعمارية، بيقول لك المسلمين استعمروا السعود، عقله ممسوخ حمار. ما بس غير فهمان وماشي شايف حاله مثل ذاك اللي تحدث سيدوي اللي يعمل حاله افهم من سيدوي. الخلاصة، فلما صار هذا النور ما ممكن صاحبه عادي هذا، يعني الشمس اذا طلعت ممكن ما تضيء العالم؟ يعني ممكن تطلع الشمس والليل يتم؟ ما بصير. فاول كل شيء مين اقرب الناس؟ ادرستنا خديجة. فلما بلغها وكانت من سعادتها وعقلها الحي، كانت تتوقع منه امرا عظيما، وهو شريكها في التجارة، على غناها وفقره. توقعت منه ما حصل وظهر منه، فتزوجت به وجعلت نفسها وكل ما تملك تحت تصرفه. فلما اخبرها وشي عليها من الفرح. شو صار؟ ليش فرحت؟ يعني جاءها خبر انه ربحت تجارتها 100,000، جاءها خبر انه صار محمد رسول الله، صار حبيب الله، صار منقذ العالم. هذا بالدين يا ابني، بالاسلام. والان الاسلام لازم هو صير تعلم العلم على الطريقة النبوية، فبقدر ما تاخذ من رتب ومكانة علمية نبوية بصير عندك طاقة نبوية إلهية، وبصير منك الهداية
وبتصير محبوب العيون والقلوب والارواح، والناس بيصيروا ما اولادك فوق الاولاد، بتصير انت روحهم وهم كانهم لك جسد. قال فاخذ بيدها، وكان سيدنا جبريل ضرب الارض بريده فنبعت عينة ماء، عين ماء، فتوضأ وعلم النبي بيده. لما نعرف كيف نعلم الناس الاسلام، شلون تعليم الوضوء؟ توضأ قدامه تعلم الوضوء. ان احنا عملنا 500 مذهب و500 كتاب، مشان ايش؟ هذا الوضوء. اما القلب والذكر والصلة بالله، طالب العلم ما بيفهم منه ولا حاجة. وبالعكس اذا رأى واحد عندها العلم يقوم عليه شيطان الحسد والانانية، يخرب ايش؟ شغله. قال فتوضأت وصلى بها كما صلى به جبريل، فكانت اول من صلى. وكانت الصلاة يومئذ ركعتان، يعني اذا فرضت الصلاة من اول يوم من ايام الاسلام، لكن كما شوفوا ابدي بالتدريج، ركعتان في الصباح وركعتان في المساء. فانت طالب العلم او اي واحد منكم اذا راى واحد ضام او عافي او ضائع عن الدين، ما تحمل راسا المهره وتكبر شوي عشان يهيئوها بالركب، بيحطوا على بعض خرب وحجرين صغار، ما هيك ابونا؟ هيك في شيء بعدين اذا ركبنا عليها تجربه اكثر مره ابن كذا ظهرها. تعلموا ايش؟ واحد شيخ شاف واحد تارك صلاه ما تصليها، قال له سيدي بعد ما الشيخ شافه وحطه قال له بصلي، قال له بس والله الفجر والعشاء قبل يجي العشاء تعبان الفجر ما في. قال له يا ابني ما عاد شيء. قال له بيجوز؟ قال له ايه بيجوز. شو يعني بيجوز؟ عليه 5 كمبيوتريات ما بيجوز يدفع 3؟ لما يخلي 5 ورقته والفائز يمشي عليه الفائزه. صار يصلي شاي يا شيخ من قطاعين الطريق. هذول قطاعين الطريق اللي اذا شافوك مثل ما الله علقك وهداك على يد احد احباب الله، بيجي عاد بده يقطعك، بيقول لك الشيخ طويل والشيخ قصير ومدري ايش، هذا قطاع طريق شيطان لا يجوز لك فيه، لا تنغروا فيه. شيطان رجيم من شياطين الاسد الالعن، هذاك بيعوذ بالله بيهرب. فلما هذا بدي اعوذ بالله، قل له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب، يمكن يرفق عليك حصايتين يستخدم حصايتين. ها هذا عم يبيع ترك الصلاة المفروضات، عم يبيع ترك صلاة العشاء والفجر. شوف من شيطنته ما ذكر الخير، ذكر الشر، ما ذكر الحسنات، ذكر السيئات المزورات. إن يعلم الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. إن يعلم الشر يخفوه، إذا يعرف الحسنات ما بذكر حسنات الشيخ، جهود وجهاد الشيخ ما بذكر. شو بذكر؟ الحسنات الكاملة. قال وقيل إن الله، النبي قال إن الله أذكره، قال وقيل إن يعلم الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. فبعدين اجتمع بالشيخ، انت قال لي لك يا ابني انا ما قلت لك تغيت العشاء والفجر، هو تابت الخمسة، انا وصلت لك ثلاثة، ايه عاوني انت؟
ساعد يوصله للأربعة، وإذا كان بعد شوي أنا وياك من شدة من وصله الخمسة، لكن إني الحسد والأنانية لحتى يبين جهلي لعملي. الله القادر على كل شيء ومع النبي، وقال له ايش كان بيحكي الله، يقول له صلي خمس صلوات انت تحملها، اما غيرك قال له لا، حتى انت لحتى ما يقضي على خاطر انه النبي اسلامه كامل، احنا اسلامنا ما يصلح، انا سألي بشعركم. لكن كان النبي يذكر الله على كل احواله، الصلاة المقصود منها دوام الذكر، وكان دائما الذكر. الصلاة قالب لكن محشية، يعني اللي بطيقة اذا محشية بطيق اصلي، وبعض الاوقات تصير فاضية، وبعض الاوقات تصير محمضة. فالله يجعل قلوبنا احسن من ظواهرنا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى وسبح بحمد ربك، يعني وصلي شاكرا لربك بالعشي. الصلاة يقال لها تسبيح، سبح يعني صلي، والصلاة تشتمل على الحمد. بالعشي والإبكار، ثم نسي خاطر ركعتان صباحا ومساء فيما يأتي بالصلوات الخمس. فكانت أول من آمن. ولما بدأت مقدمات النبوة ورؤية جبريل النبي مدى عليه، وكاد ان يذهل عن عقله وما بيعرف ان شو هذا، فشوفوا ابني عظمة المرأة. الله يهيئ لكم لعل ما تجوب، يهيئ لكم المرأة العاقلة المتعلمة المرباية. قالت له ابشر لا تخاف، فوالله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتقري البيت وتحمل الكم المقطوع، اذا مقطوع تحمله وتوصل لبلده، وتعين على نوائب الحق، يعني فيك من المزايا والاخلاق والاعمال والصفات التي يحبها الله ويرضاها، وأنه يكون يحمل مرضيات الله. إلا ما بتخلى عنه، لا يفهم انت خايف، لا تخاف. فآزرته وكانت له نعم المعينة ونعم الرفيقة ونعم السكرتيرة ونعم أمينة السر. فخاصة طالب العلم، ما قال بالعلم، الله قال لكل المسلمين ولأمة مؤمنة قد تكون جارية مملوكة لكن مؤمنة. كان الإيمان عن نزول القرآن شو يعني؟ كان يعني العلم، كان يعني التقوى، كان يعني الاستقامة، كان يعني التربية وتزكية النفس، كان يعني حياة القلب بالله. هلا لما بنقول ايمان مؤمن يعني انه لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اذا مات الشيخ يقول ان الذين امنوا قال عن جنازه، وكان فوائد تارك ثلاثه باب دين في الرابع، كان ظلام للناس قال هذا من الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني كان الله اجداد وتمشي عليه. ولأمة مؤمنة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. واحد
أراها ولا تنكح المشركين. سير فرا أنت بين تنكحوا وتنكحوا. تنكحوا سير ماضي تبعها تنكحوا بتاء أنا عم بسأل العمائم بشوفوا فهماني بين تنكحوا وتنكحوا. تنكحوا بالفتح سير ماضي تبعها نكح وتنكحوا سير ماضي تبعها أنكح. يعني ثلاثي نكح ينكح تنكح. الرباعي أنكح ينكح تنكح. معنى ولا تنكح بالضم لا تزوج المشركين بناتكم. وإذا أريت ولا تنكح لا تتزوج النصارى عزيز حتى يآمن أتم آمن انكحه. هذا علم الصرف ابنه. هذا علم ايه؟ علم الصرف. فاذا ما قالوا صرف بقول لك اخر القرآن عم يقول اول ما تنكحه وبعدين بيشهد. يجيب الشهادة يقول سئل وبعدين اشهد ان لا اله الا الله. هذا العلم النائب. ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. ولا تنكح المشركات يعني لا تتزوجوهم حتى يؤمنوا. فكانت الوزيرة وكانت المستشارة والسكرتيرة والمساعدة. لذلك انتم طلاب العلم ما بصير تاخذوا وحده الا قالوا بتعلم. انا بتمنى يكون ام الاولاد تكون طالبة علم ونص ما املك مقابل ذلك. لكن بزماننا ما صار الشيء اللي يسايركم. ما صار لا لابوي ولا لجدي ولا ابي. هل يراعوا على الازهر ما صلوا مثل ما صاركم. هل عندي الدكتوراه ما صلوا مثل ما صاركم. بس اصدقوا يا ابني. اصدقوا طلاب العلم. هذا مجلس الشيخ لو زعف على بطنه من هون لبغداد وحصل على جده هي خير مما بذل. فبكره ببين معكم الصادق شلون بده يسبق والمقصر شلون بده يقصر. ما كل مين طلب العلم يا ابني بصير بيتحقق فيما يرجى. ما كل مين صف الصواني بصير الان بده صدق وفناء. قال فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد وتكذيب وعسر وشدة الا فرج الله عنه بها. المرأة المؤمنة يعني المتعلمة المرباية فبتكون عون زوجها تكون جنته وفردوسه. بدخل نار بتطفي حريقته. بدخل مهموم بتشيل احزانه. بقع بالفقر تؤثره على نفسها تخفف عنه آلامه. لكن مؤمنة يعني متعلمة يعني مرباية. نحن فقدنا من مدرسة العلم الإيماني. ما في. كان الجامع هو المدرسة. في الجامع سقف وحيطان. عود في مليون سنة. المستشفى إذا كان معه واحد مليون زرقة. وقعد في مليون سنة وما في أطباء. شو يعني بيتم؟ بده يتم أعمى إلى يوم القيامة. هكذا حال المسلمين ومساجدهم. إن شاء الله الله بيهيئ المساجد. العلماء الحقيقيين هل بفتح الأعين العمي وبفتح الآذان الصم وبنطق الألسنة الخرساء. فكانت تثبته ويخفف الله عنه بها وتصدقه وتهون عليه أمر الناس
حتى الله أعطاها إنسان، فأنزل جبريل فقال جبريل لرسول الله: إن الله قال لي وأمرني أن أقول لك بأن الله يقرئ خديجة السلام، أقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف. بشرها بقصب في الجنة من قصب لا قصب فيه، ما في إياط سواء المرأة الزوجة الجاني بالبيت وقت الجنان جوزة ولادة مثل الأصير، هذا بعيط هذا بصير هذا بكي. المرأة المؤمنة تهدي ولادة كل ما تخلي حدا يعيط، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه، ما في أصوات مرتفعة ولا نصب، ما في تعب، كنس تنسى تشتوف ما في. وكان كل أولاد رسول الله منها ما عدا إبراهيم الذي كان ابن سبع، أربع بنات وثلاث ذكور، الذكور كلهم توفوا رضي الله عنهم فصلوات الله عليهم. وبعد إسلامها النبي بلغ أبا بكر، بلغ أبا بكر ما أوحى الله إليه وما أمره به، فرأسا استجاب من غير توقف ولا تعثر ولا تردد. كان يقول في حقه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر، فما عكم ولا تردد حين دعوته إلى الله عز وجل. وكان يقول في حقه أيضا: كنت أنا وأبو بكر على هذا الأمر كفرتي رهان. سيد أبو بكر كان مهيئ للنبوة والنبي مهيئ، اثنين فطرتهم وروحانيتهم في منتهى الكمال. قال: فسبقته فتبعني. فسبقته إذا سبقت وقال له أكرمه ليه سبقني أنا لازم صير ابني، هي شغلة الله، والله الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله حكيم يضع الأشياء في مواضعها، هو في أهله أكثر، أنت سوى وزيرة. النبي قال: إن الله أيدني بأربعة وزراء، وزيرين في الأرض أبي بكر وعمر، ووزيرين في السماء جبريل وميكائيل، فإن لم يصبها وابل الأرض الطيبة بالطالع الزرع إذا نزل المطر، وإذا ما نزل المطر بالطالع زرعها بالطل. شو الطل؟ النبي من جودتها بكفيها، يكفيها الطل الذي هو الندى. عرفت الندى اخوان الافارقة؟ الندى هذا الرطوبة اللي تجي في الصباح على اوراق الشجر. قال: سبقته فتبعني ولو سبقني لتبعته، ولو سبقني ايش؟ لا، ما في الموفقين ما عندهم انا وانامية، عندهم الحق، اينما ظهر الحق فهم وراءه لا يتقدمونه. قال: سبقته فتبعني ولو سبقني. اذا الله سبق اخوك عليه لا تشخر وتنخر، ها
ليش صار افضل مني؟ اذا كان بالفتح والله فتح عليه اتبعني، لما تقترب من الله اقترب منه حتى تقترب من الله، الله اكرمه اقترب منه لحتى برقي كما الله بكرمك كما اكرمه. لا يكون عندك حسد لا في امور الدين ولا في امور الدنيا، خلي يكون في عندك همه، قل اللهم ارزقني كما رزقته واكرمني كما اكرمته واعطني كما اعطيته. يقول ليش يا ربي تعطي انت لفلان؟ اخي ما في قد الشيخ يصير مثلا شغله لواحد، طيب يصير تنعطى لميت واحد ما بيصير، يعطينا بنت هذاك يزعل ليش يزعل؟ يقول ان شاء الله الله بيعطيني احسن بيعطيني افضل. فشوف الخلق والوصف النبوي في كلا الشخصيتين، هذا التوفيق وهذا العقل الكامل. قال وقل لي ابي ابي بكر لابتكاره الخصال الحميده، قد يكون هذا يعني يحتمل احتمال ثاني، يعني البكر في اللغه العربيه هو الفتي من الهمام، البكر في اللغه العربيه هو الفتي من الهمام، احنا نسمي داعون ابو داعون. فقد يكون مثل ما نحن نسمي، وقد يكون كما مثل ما عم يقول المؤلف رضي الله عنه. وكان تاجرا، كان يشتغل بالتجاره، فبالايمان شو هل يعرض عليه؟ أن سيدنا أبو بكر إذا ذكر يذكر كتاجر من كبار التجار، لما إيش يذكر؟ يذكر كدائي ثاني بعد رسول الله. فهل منعته التجارة عن الدعوة؟ ما منعته، فكان تاجرا ثم صار داعيا، لما صار داعيا كانت الدعوة هي الأولى وهي الكل في حياته، وكانت التجارة رديفة ومساعدة لدعوته. هكذا شأن المسلم. طبيب طيب طبيب، لكن بعد ما يصير مسلم، مسلم أولا وطبيب ثانيا. تاجر نعم تاجر، كان بالأول تاجر في الجاهلية، لكن لما صار مسلم بصير مسلم أولا وتاجر ثانيا. شو معنى مسلم؟ يعني بده يبني إسلامه بالعلم والتعلم والمعلم، بالتربية والمربي والمزكي، بالذكر والتذكر، بالتقوى والإنابة والتوبة. هذا كل شيء في الحياة، بشغل بالتجارة لأجل أن يدعم هذا المعنى. طبيب، مهندس، وزير. سيدنا عمر كان امبراطور، امبراطور بده همه يتملك ويتحكم على الناس، لما همه أن يستعمل الدولة كلها لنشر دين الله. هكذا كانوا، فأعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أنا أني شفت نفسي وما تميت سنة كاملة في سجوني أتضرع إلى الله، يا رب إذا كان فيها خير لمصلحة الدين والدعوة بقبلها، وإلا دخيلك يا ربي أتوسل إليك بكل حبيب لك تبعدها عني. وهكذا المال، وهكذا الجاه، وهكذا كل شيء. كل مسلم وكل مسلمة صارت عروس، إذا تكون مؤمنة قبل ما تكون عروس، صارت عريس وصارت أم، ما تنشغل بأمومتها عن إسلامها. الإسلام فيه صلاة بدها تصلي، وفيه صوم بدها تصوم، وفيه ذكر بدها تذكر، وفيه دعوة بدها تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله هذا ماشي زائد عن الإسلام، هذا عمود الإسلام. لا يقوم الإسلام إلا بالدعوة إلى الله. هذا الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر، تاجر اذا كنت تاجر، محامي اذا كنت محامي، وزير اذا كنت وزير، ضابط اذا كنت ضابط، عسكري اذا كنت عسكري. يعني كل معلم مرشد بالحكمة والموعظة الحسنة، كن طبيب المجتمع في امراضه الاجتماعية الاخلاقية. اذا كنت اخذ شهادة اصلية من المدرسة الحقيقية، كل عمليات بعينة اللي بتعملها تبع المية الزرعاء، كل العميان بفتحه، والطبلة المفقودة كلها اللي بترقعها كلهم بصيروا ايش بيسمعوا. فكان تاجرا، فما منعته تجارته عن اسلامه ولا عن الدعوة اليه، فكان الداعي الثاني بعد رسول الله، بل سخر تجارته وماله وكل ما يملك لبناء الاسلام مع رسول الله. هذا الاسلام الاهم، هذا الاسلام من تعلم الاسلام الاسلامهم. فلذلك كان يقول النبي عنه ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر، انفق كل ثروته في بناء الاسلام مع رسول الله. والنبي تكريما له، النبي بياخذ 100,000 بنت اذا بده، لكن النبي لحتى يقول حقه ويبين منقبته قال وزوجني النبي ما حدا بزوجه، جبريل لو عنده بنت يعطيها، لكن لحتى ما ينسى ويعلم الناس الوفاء لصانعين معروف والإحسان. وبعد إسلام أبي بكر، ونزل في شأن أبي بكر والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق والذي وصدق به مين؟ سيدنا أبي بكر. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. ولما أسلم أظهر إسلامه للناس ودعا إلى الإسلام وإلى الله ورسوله. فالإسلام ما صلى بشأنه، ما وضو يعني. فإذا أسلمت وتوضيت وما صليت، استفدنا من الوضوء شيء؟ توضيت وصليت لكن ما صمت، صار إسلام؟ طيب صمت وأنت غني ما زكيت، طيب زكيت وما دعيت إلى الله، والدعوة إلى الله بدها بالقلب وبالعلم وبالعقل وباللسان. بالعقل لك تتعلم الحكمة، العلم لك تتعلم العلوم، تعلم علوم القرآن، تتعلم الدعوة من الأنبياء، كل ما بتقرأ نوح وقصة نوح وتاريخ نوح، الله بيعلمنا كيف كانت دعوة نوح ليتعلم أسلوب دعوة نوح. فإذا كان واحد من بني نوح كبر معقد، بدك صبر، بدك تستمر الطاقة من مين؟ من البر تبع سيدنا نوح. إذا كان نمرودي بدك تعلم الدعوة تبع سيدنا إبراهيم، إذا كان فرعوني بدك تعلم الدعوة تبع مين؟ سيدنا موسى، إذا كان كل أبو جهل أبو لهب تاخذ الدعوة من مين؟ تتعلم الدعوة وأصولها سيدنا رسول الله. لكن سيدنا رسول الله الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدت. في دعوة النبي استكمل كل أساليب الأنبياء من قبله. قال فأظهر للناس إسلامه ودعا إلى الله ورسوله.
وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول في أبي بكر: سبقني إلى أربع لم أوتهن ولم أعتب منهن بشيء. أربع أشياء في أبي بكر قال: أنا ما أوتيتهم وما في مقابل عندي ما يساويهم. سبقني إلى إفشاء الإسلام، لما أسلم سيدنا أبو بكر كان سيدنا علي عمره 7 سنين، ما عنده الطاقة والقدرة. وقدمي الهجرة، هاجر قبل سيدنا علي وكان رفيق النبي وحارس النبي وخادم النبي وقائد الهجرة ماليا ومغذيا بكل شيء. ومصاحبته في الغار وإقام الصلاة، لما صلى سيدنا أبو بكر سيدنا علي لسه سبقه بأيام. الأمور هي ما لازم تكون عند المسلمين موضع بحث، يعني نعمل مفاضلات لحتى نعمل عصبيات وتعصبات، هذه الأمور هذه أبو بكر صادت له، يعني لا قد صاد عن الله، أما نركز عليها لحتى نجعل مثلا أفضل من سيدنا علي، أو يجي المسلم آخر يذكر من مناقب سيدنا علي لحتى يفضلوا على غيره، هذه من الأمور ما بقول تشبه اللغو، من الأمور التي الأفضل أن لا تكون موضع أحاديثنا، تكون أحاديثنا في الأمور الدينائية في المجتمع. سيدنا أبو بكر راح إلى الله، إذا كان أفضل شو تستفيد منه؟ إذا أنت شو سببك؟ إذا تتخلق بأخلاقه منيح، أما بس لحتى تعمل رسالة قديمة بين سيدنا علي وأنت تتحزب لعلي والثاني يتحزب لأبو بكر، ونقسم المسلمين شطرين جماعات أبو بكر وجماعة علي، ونحن أحسن وأنتم أحسن، إن كنا شيعة فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله شو بإلا لست منهم في شيء، اتبرى منهم يا رسول الله، أنت بديل للطرفين. ما هيك الله؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله بحاسبهم حسابهم على الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وين وين حسابهم؟ ومعنى 500,000 كتاب انه هو اول المسلمين لحتى الفضل على سيدنا علي. التفضيل هي من خصائص الله، نحن بنحب الكل لنسبتهم الى رسول الله وانتسابهم بالايمان الى الله عز وجل، فنحبهم لانهم بنوا الاسلام، وما منقول من باب التنقيص ان ابو بكر هو اللي فتح الفتوحات لسيدنا عمر وسيدنا عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه ما عزم يفتح ولا سبس، زمانه كله كانت حروب وثورات داخليه توقف الفتح وتوقف انتشاره الاسلام. ما نقول القول لحتى نحط من قدر سيدنا علي، سيدنا علي كان مقامه كمقامهم، ومكانته رضي الله عنه وعليه السلام كمكانتهم. الحديث كل هذا الخوض فيه له، من اول حديث الى اجتماعنا الالحاد بده يتبع العالم، والاستعمار بده يقضي على المسلمين والاسلام. نجعل حديثنا في الجديات في الامور المنتجة، المسلمين اصبحوا في الجاهلية، اما ابو بكر افضل مما علي فين؟ طيب اذا ان علي افضل او ابو بكر طيب شو نحن شو استفدنا؟ نحن بأبنى. هذا من جملة ثقافات المسلمين يشتغلوا بالامور التي لا فائدة منها ويتحزبوا ويتقاتلوا
كانوا حرقوا جوامع بعضهم البعض السنة والشيعة، يكفروا بعضهم البعض. فقال لي أحد مشايخ الشيعة ممن أحبه ويحبني، أن كنا نعتقد بأهل السنة يقولوا عنا أن ابن الناب، فبينا كما كنا هيك يقولوا إن عنكم أن تعتقدوا فينا أن نحن إلا لا تخليها تكون مسألة إيه الشيعة. إذا كان محبة أهل البيت كل شيعة، والسنة العامة بالسنة، يعني بما أتى به النبي بصير واحد ما يقبل كل سنة شيعة. إذا من شيع بالإسلام الآن من جملة الإسلام أن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل البيت كلهم رضي الله تعالى، لكن ابن المسلمين بطالين بيشتغلوا بما لا طائل تحته وبما لا ثمرة منه، بيشتغلوا بالقل والقال وبيشتغلوا بالعظام وبالأموات، أما بالأمور الحية والأحياء مزدود الباب، هذا شأن البطالين وشأن أهل اللغو، وهذه غير صفات المؤمنين. صفات المؤمنين عن اللغو، لأنه إذا أن أبو بكر أفضل أو عمر أفضل أو علي فجوز أبدنا وخانعنا وقاتلنا وتباغضنا وإجا الاستعمار استغل هذه التفرقة بيننا. فالله يعطينا العقل يا أبي، العقل أن ندرك الوقائع بما هي عليه بحقيقتها. وكان من أول المسلمين مع سيدنا أبي بكر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكرم الله وجهه. فأسلم وكان عمره حول يمكن 8 سنوات، وبعد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أسلم زيد بن حارثة، لأنه كان زيد بن حارثة كان مملوك للنبي قبل الإسلام وأخلاق النبي ومناقب النبي وفضائل النبي وصفاته تحبب إليه كل من يراه، فكيف بمن يلازمه ولا يفارقه؟ فكان زيدا رابع شخص دخل في الإسلام، ومن السابقين إلى الإسلام أيضا أم الفضل زوجة العباس وأخت ميمونة، أخت ميمونة زوجة رسول الله، وأسماء بنت أبي بكر، وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وأم أيمن أي كانت أيضا مملوكة لرسول الله وستنا خديجة. وممن أسلم بواسطة أبي بكر عثمان بن عفان. وحصل له بعض الإيذاء بسبب إسلامه، أخذه عمه الحكم فأوثقه كتابا وقال ترغب عن ملتي آبائك سيارة فتس فاجن معرقبة الطريق ذات الرقم 21-08-75 صاحبها لواحد منكم السيارة يلاحظ إذا صار الزحمة
ما يعرقل الطريق وبالدرس وما الدرس رأسا يركز شغله من غير استدراك. قال فأوثقه كتابا، لا أترغب عن ملة آبائك إلى دين محمد، والله لا أخلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه. فقال عثمان والله لا أدعه ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابة عثمان في إسلامه تركه، وقيل عذبه بالدخان، عذبه شبحه وصار يدخن بالزبل بالأرض يطلع الدخان على رأسه. يعني نحن ما حدا عذبنا بالدخان ولا أكلنا أكلات بشان الإسلام، الجوامع شفناها والمشايخ الدين كذا. وممن أسلم على يد أبي بكر الزبير ابن العوام، وكان عمره من 8 إلى 12 سنة، يعني ولا صغير اشتغل فيه. ما تقول بدك شهادة بدقون قديش عمره الزبير لما أسلم وسيد أبي بكر وحط عقله بعقل ولا صغير. إذا شفته بعدين طلع من حواري رسول الله. وممن أسلم على يد أبي بكر عبد الرحمن ابن عوف. وممن أسلم على يد أبي بكر سعد ابن أبي وقاص. قديش كان عمره؟ 19 سنة. عبد تجارية ولد صغير شو يسب سلاطين الشهر ليش شغلة ولاد وشغلة ايش طفرانين ما بدك توفر حدا. هل يستجيب لك؟ هل يصير في متناول يدك؟ ما بدك توفره. فقد هذا الفقير الله يعطيه من الثرى الإيمانية القلبية ما يهدي به أهل بلدكم. وكان سعد بارا بأمه وهي مشركة، فاستغلت بره بها وحلفت لا تاكل ولا تشرب ولا تنام حتى يترك الإسلام، يترك النبي. تمت على كم يوم حتى اغني عليها. فلما سعد يقول فلما رأيت ذلك وانا عسوها صحيح ما لازم يكون مرضي لأمه لما مرضي لربه. في كثير من الناس بيخلطوا بين رضا الوالدين وغضب الله، فيرضي والديه بغضب الله هذا ما اسمه بر، هذا اسمه جهل ومعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال لها يا أمه بعد ما صغير والله لو كان لك 100 نفس ما راه واحدين 100 روح تخرج نفسا نفسا تطلع روح تطلوطي ربتي الروح الثاني تهي رب تطلع بسبب إيماني حتى تطلع لك 100 روح تطلوطي 100 تموتي. ما تركت دين محمد فكري إن شئتي أو لا تأكلي. فلما رأى ذلك شو صار؟ أكله. فإذا كنت من أهل الحق ابن الحق يطير بشكل تيأس أهل الباطل من ترددك أو تراجعك عما أنت عليه من الحق. قال وكانت أم الظاهر فأجرى، يعني من زعل فيه. قال وعن سعد قال أخبرت أمي أني كنت أصلي الركعتين في المساء. قال فأتيت إلى الدار فوجدتها على بابها تصيح حتى الليل
ليه على عامتها ايه على اعوان يعينونني على سعد من عشيرتي فاحبسه واطلق عليه بابه حتى يموت او يدع هذا الدين المقدس. اكتب يا ابني وثنيين كانوا يغاروا على دينهم وثنيين وكان دينه الدين له قدسية عندهم لكن لا مسلم لا ديوز دين في ديوز حرب ابي ارضه رخيص عليه وديوز الدين ديوز الدين اللي هنا رخيص عليه ما بقيني واحد اللي اخذ مرته تعطينا شيء ساعتين ثلاثة نتكلم فيها الا ياخذها انت شو اسمه ديوز دين ديوز ارض اذا كان شاف دينه ينتهك ويحتقر ويزرع ويلعب به وما غار عليه انا شوف هذا بدل يصير كثير لما الان اخذ شيء انتو وما شفت واحد يعني اشتغلوا فيه بركي الله بيحط فيه غيره فهي من اهل الجارية لا تاكل ولا تشرب فالام اذا جاءت امها تعرف سلام تتعلم من المرأة الجاهلية غيرتها على دينها كما يقول اذا ما بصلي والله ما باكل ولا بشرب حتى مو يا بتحافظ على صلاتك يا بتروح على الجامع بتعمل دينك الاساس اني الاساس وجود الشيخ المسند مين بيطلع؟ مسجرة والامر الدين والمرملات والنقوق والمعقود كل السجرة اذا سجرة نازية كل الفضائل والاخلاق والعبادات والدين والعقل كل الشيخ ما عاد في شيء اذا في شيء من نسخ المسلمين عم يصيروا اعداء الشيخ بيفرح وبينطرد اذا واحد شاف من اعداء الشيخ يذكر وينتب الى الشيخ النقائص التي هو منها براء اذا راى نقاد عدو خبيث جاهل مال مضل هي علامة عداوة الدين هي عادات الشجرة الاسلام مين الاسلام يا ابني الاسلام هو الشيخ بزمن النبي مين الاسلام هو النبي لو النبي ما اجا بصير اسلام اذا الشمس ما طلعت بصير ضوء اذا بنحافظ على الضوء بنحافظ على الشمس اذا بنحافظ على الاسلام بنحافظ على الشيخ لما نقدس الاسلام اول ما نقدس الشيخ اول الشيخ من صار ظهرنا ما عرف نقدر الاسلام اذا حجمنا بنورة الكهرباء يعني الضوء تاني اذا كسرناها واتلفناها كمان الضوء بالحال اذا راح الشيخ راح الاسلام فهي من الجاهلية راح تنتهر غيرة على وثنيتها فما اولى واحرى بالمسلم والمسلمة ان تكون عندهم هذا الشعور وهذا الاحساس فنوقف عند ام سعد عند ام سعد وعند اسلامي سعد فالشاهد الاسلام واحد ورا واحد طفل يقول ما بيحرج عبد ما بيحرج بدل ما بيحرج اول النواب تقلبت من ايش وانت كمان بمحلك بسوقك بحارتك بحيك اشتغل هاي سنة النبي هاي ما من سنة النبي صلى الضحى من صلى الضحى طيب دعا الى الله صلاة الضحى اهم من الدعية الى الله اهم هاي الدعية كلها بس بدك تكون لما تكون نجار تكون محضر كل العدة متعلم المعلم نجار مضبوط اذا اخذت خشبات الناس حتى تعمل باب يطلع معك باب وانا تاكل اكل بخشباتك تتكسر الخشبات على راسك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.